هذا فرن قديم من ايام الجود، عمره تقريبا 100 سنه وكسور، فاحنا كل سنه بنعمل تجديدات له، نعمل صيانه، ايش بيصير في خراب بنسويه. وهذا فرن قديم، يعني فرن بلدي قديم، بفك ازمه الناس في الاكل، في الشرب، في العجين، في الخبز، في كل جميع المعجنات، جميع اي حاجه بدهم بنعمل لهم. وكمان نفع الناس في الحرب، في الحرب كانت لا في كهرباء ولا في غاز، الناس اتضايقت كتير، ولا في فران آلة تشتغل خبز. هذا بيعني التراث القديم عن جدودنا، يعني بذكرنا في أيام زمان، وبذكر الناس كلها في شغل زمان وفي أكل زمان. زمان بتحب دائما تيجي تعمل المأكولات عندنا، مبسوطين، نكهة الأكل زاكية، يعني كل حاجة زاكية غير عن الحاجات التانية. على حمار يعني كده. ايوه مش حمار. هاي عندك كان فوق. هاي في فوق قدر زبيب. اذا انت ما فوقها هذا الفرن بالنسبة لنا يعني هو تراثنا، هو حياتنا، هو يعني كيف أقول لك، يعني هذه صنعتنا، صنعة جدودنا، يعني ما في بديل عنها. وهذه الناس بترغبها كتير، لأنه هذه من الحاجات المزايا في البلد اللي مفقودة، يعني من الحاجات اللي مفقودة في البلد، وإحنا دايما بنحيي فيها هذا التراث، إحنا دايما بنحيي فيه، لأنه هذا الشغلة، هذه الفران اللي زي هيك البلد انقرضت من البلد، فعاد إحنا بنحيي فيها، والناس بترغبها، الناس ممكن تجينا من جميع الأحيان المناطق بترغبها، لأنه حاجات مميزة فيها، الأكل مميز. إحنا مختصين في القدر الفلسطينية، القدر، الرز، الحاجات اللي يعني اللي مفقودة من بلاد كتير. ومنساعد الناس كمان إنه بتوفير الكهرباء وتوفير الغاز، هذا كله الناس بتلجأ له، توفر على حالها الكهرباء، توفر الغاز. الخبز البلدي، هو ابن الخبز هان، الخبز البلدي، الصواني، المعجنات، الحلويات. صلاح
خاتمونا كانت عمده تيجي دائما على هو نفسه يا هاني الناس بتيجي بتعتني انه للفرن هذا لانه عشان هذا الفرن فرن قديم طينة على حطب عياد مناسبات صيام رمضان هذا بيبقى موسم عنا موسم عيد موسم الناس بتيجي بهالطبالي بهالصواني الكعك بهالصواني الحلويات الحطب اذا تأزمنا منه بقف شغلنا ممكن يقف شغلنا على الحطب هذه الأزمة اللي ممكن إحنا يعني نعدي فيها الشغل كله بده تعب بده مجهود شغلة مش بسيطة شغلتنا مش بسيطة بس يعني شغلة إنه ممكن أي بني آدم يقدر يشتغلها إحنا لو ما يعني من جدودنا هذه الشغلة وتعودناها من مصغرنا وأنا فيها